أقيمت اليوم بفندق السوفيتيل ندوة صحفية تحت عنوان سيدة الأعمال في الجزائر وآفاق التعاون العربي المشترك، والتي شهدت حضور كبير لكل من رئيسة مجلس سيدة الأعمال العرب السمو الشيخة حصة سعد عبد الله سالم الصباح، وشخصيات عربية ودولية مرموقة تمثلن 12 بلدا عربيا. كما أشرف على افتتاح الفعاليات السيد الأمين العام للأكاديمية الدكتور أحمد شنة بحضور رسمي رفيع المستوى وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وشخصيات وطنية، وبمشاركة رؤساء ومدراء عدة مؤسسات عمومية وخاصة سيدات أعمال. إن انعقاد هذه الندوة ينطلق من حرص الأكاديمية على إبراز دور سيدات الأعمال في البناء الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، ومن أجل الدفاع عن مبدأ المساواة وتشجيع المرأة على ولوج مجالات الأعمال والمهن إلى جانب الرجل لبناء مجتمع متوازن ومنتج وناجح. بالإضافة، فكرة تنظيم هذه الندوة تتبع من الرغبة في توثيق التعاون ما بين الأكاديمية من خلال الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال مع ندرائها في الوطن العربي وخلق شبكة الاتصالات، وذلك حرصا على مدى أواصر التعاون مع سيدات الأعمال العرب واستغلال الفرصة لإلقاء الضوء على الدور القائم لهن في مجتمعاتهن مع بحث سبل تعزيز هذا الدور. ملتقى سيدات الأعمال العرب كم لوقع هذا الاسم من حافز للفخر والاعتزاز. فالمرأة العربية بالإضافة إلى ما حباها الله من قيم روحية وأنوثة متميزة، إلا أنها تشق طريقها بثبات وخطى واثقة للتفاعل مع حيوية المجتمع العربي. فأهلا بكم على أرض الجزائر الأبية، جزائر العزة، وخير ما نفتتح فيه النشيد الوطني الجزائري. سعادة السفراء العرب المتواجدين بيننا، ضيوفنا الأكارم، مرة أخرى أهلا وسهلا بكم في اللقاء الأول للسيدات العرب على أرض الجزائر. إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أقف أمامكم اليوم لافتتاح أشغال ندوتكم الأولى العربية الأولى حول سيدات الأعمال في الجزائر وأفاق التعاون العربي المشترك مع نظيراتهن في أقطار الوطن العربي، والذي تنظمه أكاديمية المجتمع المدني الجزائري وهيئتها الاستشارية الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال بالتعاون الحميم مع مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة سمو الشيخة حصة سالم الصباح، الشخصية العربية والدولية التي أعطت رفقة زميلاتها في المجلس أروع الأمثلة
على الإبداع والتميز في مجال تمكين المرأة في مختلف المجالات وبخاصة مجال الاقتصاد والاستثمار بوجه عام. وفتحت من خلال مجلس سيدات الأعمال العرب أمام النساء العربيات آفاق جديدة للإسهام في بناء اقتصاديات بلدانهن كشريك فاعل في التنمية وتحقيق الانتقال الإيجابي المنشود في كل مجالات الاستثمار. فلها منا ولكل قيادات هذا المجلس الموقر أخلص مشاعر التقدير والعرفان. السيدات الكريمات والسادة الأكارم، إن موضوع ندوتكم اليوم دليل حي على إرادة المرأة العربية سيدة الأعمال في التأسيس الفعلي لثقافة التعاون المثمر بين مختلف أقطار الوطن العربي، وعنوان بارز على هذه الروح التواقة إلى ربط هذه الأقطار بعضها ببعض بروابط متينة عمادها تنمية متكاملة وسقفها الاستقرار والأمن الاقتصادي في أسمى معانيه. وقد كان موضوع التعاون العربي المشترك حلماً يراودنا جميعاً وهدفاً سامياً نسعى إلى إخراجه من دائرة الأمان إلى أرض الواقع. وها هي المرأة من خلال منبر أكاديمية المجتمع المدني الجزائري والشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال ومن خلال نظرائهما من المؤسسات المدنية في كامل أرجاء الوطن العربي تبادر إلى وضع اللبنات الأساسية لانطلاقة حقيقية لهذا التعاون المنشود بعزم وفعالية وإصرار. إن التفرقة الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت تاريخياً بالمرأة لا تزال تترك أثرها السلبي على دورها الفعال في الحياة العامة للأمة، بالرغم مما أثبتته من جدارة وأهلية في شتى المجالات ممثلة بما قدمته نساء الريادة والقدوة على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، محطات بذلك معوقات مريرة وقاسية ما زالت بعض آثارها تتصدر وجهات التحديات. وإن كانت المرأة الجزائرية بما قدمته أبان الاحتلال والبطولات التي رواها التاريخ المعاصر لهي أبلغ دليل على ما يمكن أن تقدمه المرأة الجزائرية في مجتمعها. المرحلة المقبلة مرحلة خلق وإبداع، خلق للإنسان الجديد وإبداع لوسائل الحياة الجديدة، ولا بد من السير بخطى متوازية ومتسقة بين دعم المرأة وتمكينها وكذلك دفع الشباب، حيث أن نسب المعلنة لعدد الشباب في المجتمع الجزائري تدفع بأنه من المجتمعات الفتية الشابة، وكلنا ندرك جيدا الدور الذي من الممكن أن يقدمه الشباب في حالة تم تأهيلهم وتجهيزهم للانخراط في سوق العمل، وكذلك عن طريق تقديم الدعم التوجيهي لهم والاستفادة من الخبرات السابقة في صقل مواهبهم ومشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرار، وكذلك أخذ دورا كاملا في التنمية وتعزيز قدراتهم واهتماماتهم على الذات وزيادة مهامهم في النشاط الاقتصادي، بما ذلك المشاركة في عمليتي التخطيط والتنمية. الأخوات والأخوة الكرام، ختاما لا يسعني من هنا إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة نادية حابس رئيس الشركة الجزائرية لسيدات الأعمال واللجنة المنظمة لهذا الحدث، والشكر موصول لكل ضيوف المؤتمر على تحمل مشقة السفر للحضور والتفاعل لإجراء النقاشات، وكذلك اللجان العاملة في المنتدى التي كانت إسهاماتها ونشاطاتها السبب الرئيسي في خروج هذا العمل إلى النور. وفقنا الله وإياكم فيه صالح بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم التحية الخالصة باسمي الخاص وباسم
أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، الذي أصبح منذ 2016، منذ دستور 2016 أصبح هيئة دستورية موضوعة لدى رئاسة الجمهورية، وهي مستقلة تماما إداريا وماليا، ولها نشاط جد هام، إنها نشاطاتها الهامة الترقية والحماية حقوق الإنسان، من بينها الانتهاء رصد كل الانتهاكات وكذلك الإنذار المبكر. كما تعلمون فحقوق الإنسان أنشئت من قبل الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، وفي ديباجة هذا الإعلان نجد نغراكم في الديباجة: وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. والمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشير إلى يولد جميع الناس أحرارا متساويا في الكرامة وفي الحقوق. والمادة الثانية منه تكرس هذا المبدأ بالقول: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز جنسي. إذن فالقضية مسألة حقوق الإنسان مرموقة في الجزائر، في تاريخ الجزائر، لأنه الأمير عبد القادر ولما كان في سوريا فقام بحماية الأقليات، وفي الجزائر كذلك، ومنذ 1992 أي قبل مبادئ باريس، وافتح قوس بالقول كون أنه مبادئ باريس هي دستور كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. فالجزائر لا اهتمت بهذا الحقوق، حقوق الإنسان لحق المرأة وإبرازها في المجتمع هو في صميم حقوق الإنسان. ولكي لا أطيل عليكم فأقرأ عليكم النص، المادة 36 من الدستور اللي هو أسمى قانون في البلاد وليس مجال لتغييره، الذي كرس مكانة المرأة. تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجل والنساء في سوق التشغيل، وتشجع الدولة ترقية المرأة في المناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات. إذن فالقانون الذي يتكفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في يشير إلى كذلك نصف الوجود، نصف أعضاء من النساء. وهكذا في مجلس الوطني لحقوق الإنسان لدينا 17 امرأة، وكلها كلهن يأتيون من المجتمع المدني، وما عدا 4 مختارين من قبل فخامة رئيس الجمهورية من الشخصيات الوطنية. ومن بين هذه الأشخاص الأربعة 3 نساء
ومن بينهم هن المتحدثة الذي أصبحت بفضل تشجيع الحكومة وبفضل وعي أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصبحت منتخبة لدى هذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما كنت كذلك ومنذ 15 أكتوبر رئيسة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إذن في الجزائر كذلك راني ننظر هنا السيدة في البرلمان نائبة رئيس المجلس الوطني هي مرأة، نائبة رئيس المجلس الأمة هي امرأة. إذن المرأة العربية هي في مكانة مرموقة وهي أبرزت وجودها، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أن النجاح الكامل لهذا الندوة اليوم، ونشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله. أود سمو الأميرة الشيخة سعد عبد السلام الصباح بيننا، وشبكات المقاولتية ونساء الأعمال بيننا في هذا البلد الذي قفز قفزة نوعية في مجال موقف تموقع المرأة منذ 15 سنة تقريبا، وأنا شاهد عليها من وجهة النظر الأعمال وليس من وجهة نظر الوزير، تحت إشراف وتحت تركيز من فخامة الرئيس شخصيا وكرئيس الدولة رئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استثمر في هذا الملف طاقات كثيرة. واليوم السياسات العمومية وكذلك أقرأها من وجهة نظر الخبرة التي تمشي في سياق إعادة تموقع المرأة داخل هذا المجتمع هي سياسات عمومية سأتكلم عليها بالتفصيل أو بالتحليل بعد هذه الحصة الافتتاحية. فنحن لا نرى التموقع الحالي أكثر مما نرى الريتم ديفوليوشن، يعني وتيرة التقدم الذي شهدتها المرأة في بلدنا، سواء في المجال الاجتماعي أو ما يسمى عندنا بلا سوسيتي سيفيل المجتمع المدني، ولكن حتى في مجال الاقتصاد. وكان لي الشرف أني نسقت وترأست وقدت السياسات المصرفية والمالية مع طاقم كبير، وفي مجال الخدمات اليوم في مجال الخدمات خصوصا أكثر من الصناعة وأكثر من الفلاحة، القيادة الفنية والتسييرية هي بين أيادي النساء في بلدنا. كل قطاعات الخدمات وخصوصا أشهد في قطاع الخدمات المالية، في قطاع الخدمات المصرفية، في القطاعات اللي نسميها القطاعات الناشئة، يعني قطاعات الآن تكنولوجيات الإعلام والاتصال وقطاع الهواتف لا نعيش بدونها اليوم. في هذه القطاعات القيادة الفنية البيلوتاج المانجمنت تكنيك، القطاع الفني القيادة الفنية هي بين أيدي نساء، ونحن نتشرف بذلك، وخصوصا وأني شخصيا زوجتي معكم في القاعة، فنحن الآن حتى وصلت بنا ونحمد الله على ذلك، وبتوصية كبيرة وبعمل كبير للسيد الرئيس والطاقم الحكومي اليوم تحت إشراف سي أحمد وحي الذي نحييه كذلك من هذه القاعة، حتى وصلنا إلى دسترة ما يسمى عندنا
بالمناصفة، يعني لا باريتي. قليل من البلدان، من البلدان الإفريقية، من البلدان العربية وصلت دسترت المناصفة في هذا الواجهة، لا يمكن الرجوع عليها أبدا. فنحن الآن في ممارسات تقدمت كثيرا، ستكون لي فرصة مع الإخوان أني أتطرق إلى قضايا الفنية وإلى التحليل الفني من هذه وجهة نظر. ولكن شخصيا ونحن في الجزائر لا نتكلم، وأنا من هذه المدرسة، لا نتكلم بالمناصفة بين النساء والرجال، نتكلم كثيرا اليوم على المقاولة بالنسبة للشباب، لأن هذا هو الاعتبار. نساء ورجالا، كل القوانين، وسأتحدث عليها، كل القوانين والسياسات العمومية والممارسات المؤسساتية تقول المقاولة بالنسبة للشباب، لأنه أكثر من 50% في بلداننا جميعا هي للشباب، سواء كانوا من النساء أو الرجال. وكذلك في الوسط الجامعي، أنا شاهد، لأننا أنا كذلك في هذا الوسط، أن مستوى النجاح في الجامعات اليوم عندنا في الجزائر 75% هو للنساء. فشيئا فشيئا التناوب هذا سيجعل المرأة غدا وبعد غد في بلداننا جميعا في الواجهة الاقتصادية، ولكن حتى في الواجهة المؤسساتية. ومعي رئيسة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسات أخرى، فأنا شاكرا لكم سيد الأمين العام على هذه الفرصة، أننا نتبادل الآراء، أننا نبحث في هذا الرافد من روافد المجتمع المهمة جدا، والتي نعتبرها، لأني خلال ممارستي السابقة كنت وزيرا للمالية والاستشراف، التي نعتبرها من روافد النمو ومن أسس النمو ومن استراتيجيات، لأنها كما ونوعا وقدرة المرأة في بلداننا هي المجتمع، هي جزء من المجتمع، بل المجتمع. ولكن أنا من المدرسة التي تقول لا عقدة عندنا بين الرجل والمرأة، حتى النساء الماكثات في البيوت. عندما كنت وزيرا للمالية طلبت تغيير في الإحصاء الوطني، تغيير اسم بدون عمل بربة بيت، لأن ربات البيت موش بدون عمل، موش شمار، لأن ربات البيت عملهن المجتمعي والاجتماعي والاقتصادي ممكن أكثر، لا يرى، ولكن جزء 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 من القيمة المضافة لمجتمعاتنا. شكرا لكم على هذه الفرصة الطيبة، والسلام عليكم. سيداتي سادتي، أرحب بكم. هذا اللقاء الأول من نوعه لمجلس العرب لنساء الأعمال هنا بالجزائر. مدام et messieurs, je voudrais remercier mon frère Hab Salim qui est là parmi vous et que grâce à lui je suis là et que j'ai pu réussir ce forum. Salim, c'est le PDG de Infamidis. Il est docteur en pharmacie. C'est vrai qu'il est plus jeune que moi, mais on a toujours travaillé ensemble. Je m'excuse, je voulais le parler en français pour que c'est des choses qui viennent du cœur. Sans oublier les personnes qui m'ont aidé. Farhat Amel, elle est où? Hafid Achir. Aïda Kabouya. Lève-toi. Linda, elle est où? Lève-toi. Naïma Batel, elle est où Naïma? Je ne la vois pas. Elle est où Naïma? Voilà, tenez. Voilà. Je vais vous expliquer en deux mots à quoi consiste cet événement. C'est le réseautage entre femmes algériennes et femmes arabes. C'est le réseautage entre la femme arabe et la femme algérienne. Cheikh Hissa est notre monde
Elle en a fait tellement que c'est grâce à elle. C'est-à-dire, j'ai vu qu'est-ce qu'elle a travaillé pendant des années à faire promouvoir la femme arabe. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un réseau algéro-arabe, travailler ensemble et prendre un petit peu de l'expérience de Cherahessa, si elle voudrait bien. Voilà. Donc, nous, toutes les femmes algériennes, dans n'importe quel domaine, que ce soit un domaine industriel, commercial, éducatif ou autre, je vous invite à rentrer dans le réseau et nous allons faire beaucoup de choses. La femme peut le faire. Pardon ? Je vais parler de Bedej. Ma Aljazaïria, nous شبكة مع النساء تاع العرب. وقبل أن نتطرق بالتفصيل للموضوع، لابد من التذكير أن المرأة الجزائرية كانت دائما بجانب إخوتها المجاهدين خلال الثورة التحريرية، وهناك العديد من الشهيدات اللواتي ضحينا بحياتهن في سجون المستعمر من أجل أن ننتزع الاستقلال والحرية. فإذا كنا قد قدمنا دروسا في التضحية باسم الواجب، فهن يستحقن كذلك أن يتمتعن بحقوقهن كاملة في عز الاستقلال والحرية. وهذا المعطى الأخير أدركه واستوعبه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكرسه كحق دستوري، حيث تتمتع المرأة الجزائرية بالتمثيل بقدر الثلث من أعضاء البرلمان. ومن خلال هذا المثال الواقعي أريد أن أؤكد بأن المرحلة الأولى لتشجيع المجتمع على دعم المرأة لتولي المناصب في مختلف المؤسسات وكذا عالم الاستثمار والمقاولاتية، ولا بد أن يكون مؤطراً بقوانين واضحة. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، منتدى رؤساء المؤسسات وضع تطوير المقاولة النسوية في صلب برنامجه، ليس كشعار أجوف أو في المناسبات فقط، وإنما قناعة راسخة يعمل يومياً على تجسيدها في كل المجالات، لأنه يستحيل بناء مجتمع متجانس وعادل لا يعطي للمرأة مكانتها. يرات اليوم من الحكومات العربية اهتمامهم في المرأة والشباب، اليوم ركزوا أنه المرأة نصف المجتمع وهي التي تربي المجتمع الجيل الجديد، لذلك أصبح هناك اهتمام جدا في تعليمها وتمويلها في مشاريعها الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشباب يعني. فإن شاء الله يعني حيكون لنا جلسات إن شاء الله مع الأخت الجزائرية. طبعا هذه مش أول زيارة لي للجزائر، ابتديتها في سنة 72، وكان لي طبعا الشرف مقابلة فخامة الرئيس بوتفليقة، وحبه هو لهذه الجمهورية الجزائرية ولدعم المرأة الجزائرية. الدعوة جت منه وإحنا نتواجد اليوم لدعم الأخت الجزائرية، نشوف السبل كيف إحنا كسيدات من الخليج عندنا تمويل، وكيف في المشاريع الصغيرة المتوسطة ممكن نساعد، يكون هناك خليجي جسور مساعدة بين السيدات العربيات وخاصة الخليجيات. طبعا احنا هذه اول زياره لمجلس سيدات اعمال العرب للجزائر، ان شاء الله إن عندنا الدكتوره ناديه حبس حترفع لنا المشاريع، وان شاء الله تدرس وتمويلها ان شاء الله. ان شاء الله تعاون كبير بين اقتصاديه طبعا يعني وزراعيه. لا بالعكس، احنا كاتكلم دوله الكويت، دوله الكويت عندها صناديق مفتوحه لكل الدول العربيه ومساعده اشقائها من العرب. ان شاء الله اليوم احنا نقصد يعني مشاريعنا كسيدات، لكن انا اعرف انه هناك دعم كبير من حكومه الكويت للجمهوريه الجزائريه. اولا الشبكه الجزائريه لسيدات الاعمال، وهي اليوم تعقد الندوه العربيه الاولى لسيدات الاعمال في الجزائر وافاق التعاون العربي المشترك، هي خطوه اولى على درب التاسيس
لثقافة جديدة في مجال التعريف بإنجازات المرأة الجزائرية، تشجيع المرأة الجزائرية للمضي إلى مزيد من يعني الإبداعات. وأنا بكل صراحة وبدون أي يعني مجاملة أو ديماغوجية، المرأة الآن في الجزائر، المرأة سيدة الأعمال، المرأة رئيسة المؤسسة، تحقق خطوات عملاقة. هذا يترجم ويؤشر إلى نجاعة السياسة الوطنية التي كرسها الدستور فيما يتعلق بالمرأة بشكل عام. Alors pas du tout, au contraire, la femme algérienne elle est très ouverte. Il faudrait juste lui donner les moyens. C'est une femme battante, intelligente, intellectuelle. On a un nombre de femmes intellectuelles très très important en Algérie. Et elle sait travailler. La femme algérienne sait travailler. Donc, qu'est-ce que je dis? On a commencé, certes, par les femmes arabes. Moi, mon expérience, c'est qu'en voyant ces femmes arabes, avant, j'avais une autre impression. Je ne pensais pas qu'elles étaient aussi, comme elles viennent toutes du pays du Golfe, sincèrement, je ne pensais pas qu'elles étaient des femmes battantes et travailleuses. Eh bien, je vous le dis que c'est vrai. Elles travaillent. C'est des princesses, mais elles travaillent. Elles ont toutes leur travail à part qu'elle soit princesse. Et c'est ce qui m'a motivée pour que je fasse ça en Algérie. L'Algérienne peut travailler, que ce soit avec les femmes arabes, les femmes occidentales, les femmes africaines ou les femmes du monde. Elle sait travailler. الاستراتيجية دابور جي كومونسي انا بديت بالمجلس العرب باسكو انا ممبر في مجلس العرب دونك بور موا سي بلو فاسيل دوفرير لالجيري او بي عرب مي اون فا با ريستي كافيك لي بي عرب مو جو فودري كو لا فام الجيريان رونترا دون لو موند انتي كي سوفر كو سو او بي عرب او بي افريكا او بي اوروبيا او او بي دو موند كي سو اون موندياليست كي ريسترا بلو ترافايي qu'en Algérie, même si elle a une petite entreprise, c'est pas grave, on peut exporter, on exporte tout si on veut. La femme algérienne, il suffit de lui donner les moyens, un tout petit peu de liberté et elle fera فيغور. اليوم ماناش رايحين نشوفوا مشاريع باسكو هي اول هذا هي اول هذه اول خطوه واكل كي تشوفوهم اول مره يجوا الجزائر وحده فيهم ما تعرف الجزائر Donc, أول مرة قلت دابا نجيبهم من الجزائر يشوفوا الجزائر ils vont voir la capacité des Algériens et surtout de la femme algérienne et une deuxième fois une troisième fois là on va commencer l'Algérienne va travailler avec elle هي هذا قوي parce que moi je représente je suis dans le conseil d'administration je suis membre du conseil d'administration je suis le numéro 3 du conseil d'administration arabe donc elle est à droite والله حقيقة نحن سعداء جدا انه دي تكون زيارتي الاولى للجزائر اول مرة اجي تواجدنا اليوم في المؤتمر الاقتصادي او في الورشة الاقتصادية دي بحيث انه نشوف سبل التعاون الممكن تكون بيننا ما بين المرأة الجزائرية في مجال الاستثمار وفي مجال الاعمال والله انا بعتقد انه في مجالات كثيره من ضمنها طبعا مجال الزراعه السودان بلد زراعي والجزائر بلد زراعي ممكن يكون بيناتهم تكامل كبير جدا في مجال الزراعه والزراعه بتكون شامله كلها يعني الزراعه بفهمها كله حتى بالاستثمار في الثروه الحيوانيه في كله وممكن الناس يكون بيناتهم ممكن يكون عندنا مجال في الاستثمار في الغاز وافتكر انه نحن حسب يعني بصدد حتى عن طريق على مستوى الحكومات انه حابين انه يكون في استثمار بيننا ما بين دولة الجزائر في الغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة صبيحة شاكر إعلامية وعضوة قيادية بالمرصد الجزائري للمرأة التابع لأكاديمية المجتمع المدني. أنا أشكر هذه الالتفاتة للحضور هو هام وهام جدا بالنسبة لقبعة الإعلام وقبعة القيادية للمرصد الجزائري للإعلام في هذه الدورة الأولى لسيدات الإعلام في الجزائر وآفاق التعاون فيما يخص ريادة الأعمال عربياً
إذن أنا أتحدث عن المرأة الجزائرية أولا من هذه الجهة، والحمد لله كما وصلت له المرأة من مكانة مرموقة في المجتمع الجزائري في مناصب وأصبحت صاحبة القرار بالنسبة لأغلب وأشهر المناصب، فهي وصلت كذلك إلى هذا المنصب الجدير بها بسيدة الأعمال، تدير يعني مؤسسات رفيعة المستوى ورفيعة المقام. وأنا أتمنى كذلك من هذا المنبر ومن هذه الفرص أن يكون فيه نوع من تبادل الإعلامي كذلك في مرافقة هذه الأعمال وسيدات الأعمال جزائريا وعربيا. إعلاميا أنا أكرر أنه نتمنى أن يكون فيه نوع من التبادل الإعلامي جزائري عربي، وتبادل الخبرات وتبادل النشاطات والدورات التكوينية بالنسبة لكيفية مرافقة سيدة الإعلام في التغطية، كما فعلناها مثلا في بيروت من 3 سنوات أو 4، وكان فيه نوع من تكوين يعني دورة قصيرة تدريبية لمرافقة المريضات. إذن ولما لا يكون تخصصات بالنسبة للإعلاميين والإعلاميات، وخاصة أنا أتحدث عن المرأة، المرأة الجزائرية والمرأة العربية، فأنا أرحب بهذه الفكرة ونتمنى إن شاء الله سنجسدها عن قريب مع المرصد الجزائري للمرأة في الجزائر، ولما لا تبادلا مع الشقيقات والأشقاء بالدول العربية. وشكرا. طبعا اليوم حضورنا لهذا المنتدى الأول يعني من نوعه في الجزائر، وهو منتدى الشراكة أو بين في المجال الاقتصادي طبعا بين المنتدى الجزائري والمنتدى، هي شبكة بين الجزائر والعالم العربي. نظن أنها خطوة تدل من خلالها أنه بالنظر لما يحدث في العالم، تعرفون جيدا أنه اقتصادية العالم اليوم أمام تدهور سعر النفط والبترول في العالم وبخاصة في العالم العربي، والجزائر جزء من هذا العالم. طبعا هناك انعكاسات أصبحت سلبية نوعا ما على الحياة بصفة عامة، الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويدخل هذا المنتدى في هذا السياق أنه بعد أن أحرزنا نحن كنساء، طبعا الجزائر هي البلد الرائد، البلد الأول في المرتبة الأولى عالميا، العالم العربي أقصد، في من ناحية تمثيل للنساء على مستوى السياسي والبرلماني والمجالس المنتخبة أكثر من 35%، هذا مكسب في المجال صنع القرار. اليوم المعركة الأخرى هي المجال الاقتصادي، لأنه بالنظر للأرقام حوالي 12 مليون عامل في الجزائر رجال، مليونين فقط نساء، إذا النسبة هي لا تتجاوز 18%، 18.1، وبنتظر لما كل المجهودات وكل النضالات المرأة عبر العصور وعبر الحقب التاريخية وعبر المحطات الهامة التي عرفتها الجزائر، وبالنظر لهذه التضحيات ولهذه الريادة التي اكتسبتها المرأة منذ فترات من الزمن، نجد أنه إجحاف، هناك إجحاف في حقها من فيما يخص المرأة في المجال المقاولاتي، يعني المجال الاقتصادي، كيف أن تساهم من يعني كيف أن المرأة يمكنها أن تساهم في بناء اقتصاد محلي، اقتصاد وطني، ونبدأ دائما من الاقتصاد التنمية المحلية لنصل بعدها إلى التنمية الوطنية المستدامة والشاملة. نظن أننا اليوم وضعنا الأصبع على الجرح، يعني أنه ملتقى هذا وخاصة مع الشقيقات من دول العالم العربي، كلنا نعاني نفس المشاكل نفسها، يعني نحن عرب عندنا تقاليدنا عندنا معطياتنا جيوسياسية أيضا. إذا نظن أنه يمكن أن نخرج بخطة عمل باستراتيجية، لأنها في نهاية المطاف هي شبكات متواصلة مع وسائل التكنولوجيات الحديثة الآن، أصبحت شبكات تتواصل فيما بينها وطبعا تشجع أحسن ويعني أنجح التجارب
في الجزائر هناك تجارب ناجحة، في البلدان العربية أيضا هناك مجالات خاصة بالمقاولات النسوية، عندنا أرقام، عندك المهم أننا في هذا الظرف. قد تتساءلون لماذا في هذا الظرف بالذات، ظرف حساس كما قلت، هناك اقتصاد طبعا بدأ يعني نوعا ما يهتز نظرا للآثار التي الناتجة عن تبعيتنا للبترول محروقات، هذا شيء حقيقة نقولها. الآن ما دمنا نتحدث عن منتوج وطني، هذه مناسبة، هذه فرصة يعني لا تعوض. نحن نتحدث عن المنتوج الوطني، هناك عائلات جزائرية لازم العالم يعرفها، احنا نعرفوها أنه العائلة الجزائرية هناك كثير منها عائلة منتجة، يعني من الحلفة، من الطين، من التمور، من اللباس، من هذه كلها صناعات يمكن أن تستغل في مجال محلي ثم ترتقي إلى مجال وطني، لما لا في المجال الدولي. إذا نظن أنه سوق العمل مفتوح، مفتوح ويعني على كل الاحتمالات. والآن بالنظر للطاقات، لأن النساء في الجزائر متكونات ما شاء الله، عندنا مستوى يعني مستويات جامعية، مستويات قياسية في كل قطاعات الحياة، يبقى فقط أنها تنظم مثل هذا المنتدى، يعني يخلق جو للتنظيم، جو للتنسيق الجهد والجهود حتى نخرج برؤية مستقبلية استشرافية، لأننا نتكلم عن المستقبل 5 سنوات أو 10 سنوات الجاية، كيف أننا نعوض هذا النقص. يعني لماذا نستورد دائما منتوجاتنا، لباسنا، أكلاتنا؟ إحنا عالم يعني ما شاء الله فيه خيرات، الزراعة، الماء، الثقافة، السياحة، كل هذه القطاعات الخدماتية يمكن أن تكون المرأة فيها حاضرة بقوة، وخاصة بطبيعتها اجتماعية. المرأة أكثر العناصر المجتمع يعني فئات الأخرى طبعها اجتماعي تضامني، تريد أن تتعاون. وهموم الجزائر، هموم العالم العربي طبعا على عاتق المرأة أولا وقبل كل شيء. والله لو كان هذا طبعا أمنيتنا أننا نكون متساوين يعني بين النساء والرجال، مش متساوين كجنس، متساوين كمواطنين فقط، متساوين كبشر، كناس ننتمي إلى نفس الرقعة الجغرافية، وطن واحد، عندنا نفس الاهتمامات ونفس الانشغالات. نظن أنه المجال الكبير هو طبعا المجال أننا تكون النساء ويكونوا الرجال العمل. أن هذه أمنيتي هي عودة الثقة بين الناس فيما بينهم، يعني نقول كبشر ننتمي إلى الجزائر، جزائر كبيرة، عندنا هذه الطاقات اللي تهدر هنا وهناك، تذهب يعني ربما طاقتنا تمشي للخارج، عندنا طاقات كبيرة في الخارج، أنا ماذا بي ترجع هذه الطاقات حتى نبني جزائر جديدة، جزائر بذهنيات جديدة متطورة متجهة نحو العصرنة، لكن بجذورنا، ما ننساش جذورنا، نحن جزائريين مسلمين أمازيغ عرب. إذا كل هذا الزخم وهذه الثروة الكبيرة يمكن أن نستخرج منها طاقات والعمل، أنا قيمة العمل، لأنه مع مرور الزمن أنا آسفة لهذا أنه في بلادنا أصبح العمل ما عندوش قيمة، يعني حسب الأجر، حسب كذا، حسب المجهود. لابد أن نراجع أنفسنا ونراجع اللي هي قيمة من القيم الإنسانية. نطالب كثير من حقوق الإنسان، الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق، ولكن أين هو الحق في العمل؟ الحق وواجب، لأنه ساعات نقولوا حقوقنا، ولكن أين هي واجباتنا؟ أن ماذا بيا نتساونا نسوي بين الحقوق والواجبات، وما فيش بين الرجل والمرأة والشاب والشابة فرق إلا بالعمل وبالتقوى، هذا هو الشيء الأساسي. طبعا يسعدني وجودنا في الجمهورية الجزائرية وهذا العدد الكبير من المشاركات، نتطلع أن يكون في تعاون مبني على دراسة، لابد أن كل إنسان يقبل على المشروع أو الفكرة التجارية أن تبني على دراسة، على أساس نجاحها يكون يحسب حساب للمخاطر و كمية رأس المال. والكثير من النقاش يركز على ثقة المرأة بنفسها، على استعدادها لتحمل ما تواجهها في الاقتصاد والتجارة، وصمودها واستمرارها للاستمرار. لابد في أي بلد، إحنا يعني بلد ما عندنا تصدير في البحرين ودول الخليج تعتمد على الاستيراد، لابد هناك ضرائب، لابد هناك تعامل جمركي، بس دي ما وقف التجارة أبداً،
التجارة لا تزال عنصر حي في الاقتصاد. المشاريع الصغيرة عندها فرصة أن تكبر، في فكرة، في مشروع صغير، لابد أن الإنسان يتبع الحلم تبعه وحينجح إن شاء الله. شكرا. في تعاون للجمهورية الجزائرية وبلاسف، هذه أول زيارة، هتكون زيارة كثيرة وإن شاء الله نراكم معنا في المجلس. وعلى الاستضافة والترحيب اللي جانا من الجمهورية الجزائرية. العوائق اللي تشوفها احنا في الجزائر.